للوقوف عند نتائج الانتخابات البلدية في تركيا والتراجع غير المسبوق لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك وفقا للأرقام الرسمية، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي التركي حمزة تكين. أستاذ حمزة، مرحبا بكم. يعني لأول مرة تشهد الانتخابات البلدية في تركيا عزوفا جماهيريا هو الأعلى منذ ما يقارب من 70 عاما، طبعا هذه الإحصائية بحسب الإحصاءات التركية، وربما هو الذي شكل أحد أسباب خسارة حزب العدالة والتنمية خاصة في البلديات الثلاث الكبرى أنقرة، إسطنبول، إزمير. ما هي أسباب هذا العزوف أستاذ حمزة؟ طبعا كما تفضلت أستاذي العزيز، سبب تراجع حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التي أجريت أمس هو عزوف الملايين عن المشاركة بهذه الانتخابات. تقريبا يقدر العدد بنحو 8 مليون مواطن تركي لم يشاركوا بهذه الانتخابات، يعني حسب بعض المصادر. هذا العزوف هو الذي السبب الرئيسي إذا صح التعبير لتراجع نسبة حزب العدالة والتنمية، بعد أن كانت في العام 2019 ما يقارب 44%، انخفض إلى نحو 37%. لذلك يقال الآن أن من عزف عن المشاركة بهذه الانتخابات هي حصة حزب العدالة والتنمية، والحصة الثانية من حصة حزب العدالة والتنمية جزء منها ذهب لحزب الرفاه من جديد بقيادة فاتح أربكان، وبالتالي سبب رئيسي وكبير جدا لتراجع الأرقام التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في انتخابات أمس مقابل أو لصالح تقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض. نحن نتحدث بطبيعة الحال على مستوى تركيا، إلا أن الحزب رغم هذا التراجع، صحيح أنه خسر بعض الولايات وخسر بعض المدن، ولكنه كسب بعض الولايات للمرة الأولى في تاريخه يكسبها في مناطق جنوب شرقي تركيا، وبالتالي القضية ذهبت بين خسارة وربح. ولكن بالعنوان العريض على مستوى الخارطة التركية هناك تراجع بالمصوتين لحزب العدالة والتنمية. عزوف البعض أو عزوف جزء من القاعدة الشعبية لحزب العدالة والتنمية عن المشاركة بهذه الانتخابات فيه شيء من الأمر الإيجابي، أن هذه الكتلة لم تشارك لصالح حزب الشعب الجمهوري، يعني لم تذهب إلى الصندوق وتصوت لحزب معارض، وبالتالي على حزب العدالة والتنمية الآن، وهذا ما يبحث وما سيبحث غدا في اجتماع هام لقيادة الحزب برئاسة أردوغان، كيف يعيد الحزب ليرضي هذه الفئة التي لم تشارك، لأنها طيب. هذه الفئة تؤيد الحزب وتؤيد أردوغان، وبالتالي واضح أنها منزعجة من أمر ما، على الحزب أن يتدارك هذا الأمر استعدادا للانتخابات المقبلة. لو نحلل ما قاله الرئيس رجب طيب أردوغان، قال إن الخسارة في هذه الانتخابات ليست نهاية الطريق وأنها نقطة تحول، ما الذي نفهمه من هذا التصريح؟ هذا سؤال بغاية الأهمية أستاذ العزيز، لأن من يعرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مدى نحو 4 عقود من العمل السياسي، ونحن نعرفه بشكل جيد كيف يفكر. أنا أتحدث عن شخص أردوغان وليس عن حزب العدالة والتنمية. شخص أردوغان يفكر أن كل أزمة وأن كل مشكلة على مدى 40 سنة عاشها أردوغان كان يحولها مباشرة إلى فرصة، يحولها إلى مرحلة للانطلاق من جديد لتصحيح الأخطاء والانطلاق، وهذا هو سبب رئيسي وهام جدا لنجاح زعامة أردوغان إذا صح التعبير وقيادة أردوغان 40 سنة، وهو في مرحلة وفي مستوى من النجاح بالعمل السياسي والميداني والبلدي في تركيا. لذلك نحن نتوقع الآن أن شخص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبصفته رئيسا لحزب العدالة والتنمية أنه سيأخذ هذه الخسارة التي مني بها الحزب وهذا التراجع في هذه الانتخابات، سيحولها لفرصة للانطلاق من جديد، سيحولها لفرصة لتصحيح كثير من بعض الأمور الداخلية التي أثرت على خيار المواطن التركي، سواء كان بعدم الذهاب للصناديق الاقتراع أو بالتصويت للمعارضة التركية، سواء كان بإسلاميها أو بعلمانيها. لذلك الرئيس التركي، وهذا ما سيحصل ونحن مؤمنون بهذا الأمر كمتابعين وكعالمين بطريقة التفكير عند هذا الرجل،
أنه سيحول هذه النقطة وهذه الكبوة إذا صح التعبير لحزب العدالة والتنمية فرصة جديدة لضخ دماء جديدة لتصحيح المسار ولتغييرات شاملة في قيادات الحزب العليا والوسطى والصغرى. بعض القيادات الشعب التركي غير راض عنها إذا صح التعبير، وبالتالي لابد من مرحلة جديدة، وهذا ما نتوقع كمراقبين أن أردوغان سيقدم على هذه الخطوة، وبالتالي نكسة انتخابات البلدية في تركيا ربما تكون نقطة إيجابية للانطلاق من جديد والتصحيح على مدى 4 سنوات ونصف قادمة استعدادا للانتخابات المقبلة ومتابعة المسيرة، وبالتالي هي كبوة. وما نسمعه خلال 24 ساعة التي مضت من قيادات حزب العدالة والتنمية المقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هذا هو التوجه عند أردوغان في المرحلة المقبلة، بل ابتداء من الغد أنا أستطيع أن أتحدث مرحلة جديدة على في داخل حزب العدالة والتنمية لتصحيح كثير من الأمور. أريد أن أختم بنقطة أشير إليها لو تسمح لي، أن نتائج الانتخابات، لأن هناك لغط كبير حول هذه النتائج في العالم العربي بالتحديد، الانتخابات البلدية يصوت المواطن التركي ويذهب إلى الصندوق في هذه الانتخابات بناء لأمور سياسية داخلية ولأمور خدماتية داخلية تقدمها الأحزاب التركية، أمور تمس المواطن بشكل مباشر من الاقتصاد إلى الخدمات إلى الطريق إلى المترو إلى الخبز إلى سعر الكهرباء إلى سعر المحروقات، وبالتالي على هذا الأساس يصوت المواطن التركي في الانتخابات البلدية وليس على أساس أمور خارجية وليس على أساس أمور تتعلق ببعض الأحداث الجارية في الشرق الأوسط أو في العالم. عبر سكاي من اسطنبول الكاتب والصحفي التركي حمزة تكين، شكرا جزيلا لكم.